احنا الاجواء مستمره هنا والاحتفالات ما بتنتهيش والفعاليات لا تنتهي في مدينه العالمين الجديده. لكن اكيد يا شاذلي تحت هذا العمل الكبير كان في مجموعه ضخمه من المهندسين والاداره القويه اللي كانت قدرت بشكل كبير جدا تحول مدينه العالمين من مدينه الغام الى مدينه من مدن الجيل الرابع، مدينه ذكيه، بنيه تحتيه قويه، استخدام يعني امور خاصه بصديقه للبيئه زي الطاقه الشمسيه وغيرها، هي مهيئه بشكل كبير جدا انها فعلا تكون مدينه من مدن الجيل الرابع. بيسعدنا يكون معانا ويم نورنا المهندس عبد الرحمن زغلول، المهندس باداره مشروعات جهاز مدينه العالمين الجديده. صباح الخير يا باشمهندس ومنور. صباح الخير يا مصر، حضرتك منورانا ومشرفانا في مدينه العالمين الجديده، ومنرحب بيك وبكل الزوار في مدينه العالمين الجديده. اهلا بيك. حابين بقى نعرف من حضرتك في البدايه، زي ما انا قلت في المقدمه ان احنا فعلا مدينه العالمين هي كانت مدينه الغام وتحولت الى مدينه ذكيه ومدينه من مدن الجيل الرابع، كيف تم هذا الامر؟ الحقيقه ان كان توجيهات القياده السياسيه من بدايه انشاء المدينه في 2018 توجهات ان بتطهير الارض، لان حضرتك مخلفات طبعا الحرب العالميه الثانيه كانت في العالمين وكانت كلها الغام وصحراء جرداء، مساحه مهدوره غير مستغله. يعني عايز اقول لحضرتك ان المساحه القرار الجمهوري 108 2018 48 ألف فدان دول مساحة على طول 14 كيلومتر ساحل البحر الأبيض المتوسط، يعني واجهة بحرية استثنائية غير مستغلة، ومساحة يعتبر مهدورة غير مستغلة، موارد للدولة غير مستغلة مش مستفادين بيها، ما فيهاش أي استثمارات من قبل سواء مستثمرين أو الدولة لتوفير طبعا يعني قاعدة اقتصادية كبيرة، وسواء سياحية في سكنية صناعية ترفيهية. يعني مدينة العالمين الجديدة مدينة متكاملة فيها جميع الأنشطة متوفرة في المدينة، وإحنا عندنا كذا محور في المدينة، محور التعليم متمثل في جامعة العالمين الدولية، إحنا عندنا كمان جامعات هنا ومدن سكنية وفي أحياء سكنية مقسمة يعني. مظبوط. طيب مزبوط. هنبدأ زي ما حضرتك تقول كده، محور التعليم وخاص بعدد من الجامعات، جامعات إيه اللي موجودة هنا؟ في البداية المدينة بدأت بالمحور التعليمي والسكني، وكل حاجة كانت شغالة بالتوازي، يعني ما كناش شغالين في محور واحد، المدينة ليها كذا محور وفي كل المحاور كنا شغالين بالتوازي. لو هنتكلم عن المحور التعليمي، في جامعة العالمين الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، دول شغالين فعلا، والأكاديمية يعني العربية فيهم طلبة وبيبدأ بدأ العمل فيها فعلا، والأكاديمية العربية تحتفل السنة دي بتخريج أول دفعة من الأكاديمية، والجامعة فيها حوالي 8 كليات شغالة، من كلية هندسة علوم هندسية، وكلية الحاسب الآلي، كلية طب الفم والأسنان، كلية الدراسات العليا، قانون الدولي، يعني في كذا جامعة شاملة. جامعة متكاملة، وجاري يعني تشغيل كمان باقي الكليات، يعني مش مقصورة على كليات بعينها، يعني هتلاقي فيها جميع التخصصات والأقسام والكليات متوفرة. الأكاديمية العربية برضو فرع من الأكاديمية البحرية اللي من اسكندرية، الفرع الأساسي اسكندرية، وفرع ليها بامتيازات كمان ومميزات للرواد او للطلبه عشان جذب للمدينه. وكان بالتوازي مع المحور بقى السكني انشانا العديد من المشروعات، بدانا بالاسكان المتميز ومشروع سكن مصر لجذب جذب السكان سواء طلبه. يعني انتوا رايتوا في تقسيم مدينه العالمين ان هو كمان المحور الخاص بالاسكان يكون مقسم على جميع الفئات، يعني زي ما بتقول في سكن مصر، في الاسكان الخاص كمان، في منطقه للفلل، يعني مقسم بشكل كبير. احنا جميع يعني مستوى الاسكان في المدينه متوفر جميع فئات الاسكان، او نقدر نقول جميع انماط الاسكان، اسكان متميز، في اسكان متوسط، اسكان فوق متوسط، واسكان فاخر، فالكاتيجوريز متنوعه وكتيره في المدينه، واي حد محتاج او يعني حسب الفئه هتلاقي اللي يناسبك السعر كمان مناسب ليك، المنطقه سكن مصر واسكان متميز، في كمان اسكان المدعم طبقا للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ده 83 عمارة جاري إنشاؤهم حاليا، سيتم الانتهاء منهم يعني خلال السنة دي وتسليمهم كمان للعملاء.
سعر الواحدة كان لما نزل غالبا في حدود ما يقدر ب 500 ألف جنيه، يعني في منطقة طبعا. ساحلية السعر طبعا مناسب جدا ومميز. في مشروع عمارات اسكان داون تاون، دي عمارات سكنية يعني المشروع انتهى بالكامل وتسلم. في مشروع امتداد داون تاون، يعني مشروع داون تاون الاسكان كان 14 بلوك، الداون تاون كان الامتداد بقى 24 عمارة تانيين امتداد ليهم عشان نكمل المشروع. طبعا نجح، كان 1320 وحدة اتحجزوا وتسلموا، وزودنا ب 864 وحدة التانيين. لو طلعنا شوية نلاقي برضو الحي اللاتيني، يعني بالتوازي يعتبر نفس مستوى الإسكان لإسكان الداون تاون. في كومباوند مزارين بيقام على مساحة حوالي 700 فدان. في الحي اللاتيني كمان. ما لسه هقول لحضرتك، الحي اللاتيني يعني هو مستوى زيه زي الاسكان الداون تاون، عمارات سكنيه فيها بلازا برضو، فيها مسطحات خضراء، اماكن لاندسكيب، ممرات مشاه. مشروع كومباوند مزارين من المشاريع الهامه في المدينه، لانه هو على مساحه حوالي 700 فدان، بيحتوي على نماذج عمارات فيلات وشاليهات، في مباني اداريه، المبنى نفسه بيكون مبنى بالكامل إداري لتوفير جميع أنماط برضو، يعني مش إسكان بس، كمان متوفر محلات تجارية، مباني يعني إدارية، عشان الأنشطة الخاصة الأنشطة كمان، مختلفة، ومكاتب كمان إدارية بشكل كبير يعني ويكون في للشركات. متوفر مكاتب إدارية للشركات تقدر تيجي تشتغل منها، مخصص في المشروع، معمول كمان بحيرات صناعية عشان كمان وانت قاعد يكون الفيو بتاعك مش معزول، البحر والبحيرة. البحر والبحيرة ما يقولش الأبراج بس هي اللي شايفة لا البحر، كل لا لا بالعكس، يعني سواء الأعمال البحرية، البحيرات الصناعية على مساحة حوالي 265 فدان، مساحة ضخمة في المدينة مش مساحة قليلة، ومتصلة بالبحر مباشرة عن طريق الأعمال البحرية سواء بالبواغيز، عشان يعني بنجيب البحر عندنا. يمكن كنت قبل الهوا بتكلم مع حضرتك على ان احنا كنا هنا بنحصل الحفلات في مدينة العالمين وفي منطقة العالمين، لكن في ايام قليله يمكن قبل افتتاح المهرجان قررت ان انتوا هتعملوا منطقه اليو ارينا. اتكلمنا ازاي تم التخطيط ليها وتنفيذها بالمستوى ده وفي وقت قياسي. طبعا كان خطه الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنيه والشركه المتحده ان يكون في تنشيط للمدينه بالكامل، وان حتى المنطقه، يعني احنا المدينه متقسمه لمناطق، المنطقه الشاطئيه اللي هو كله بيرتاد فيها، اللي هي فيها الممشى السياحي والابراج، دي اللي كان فيها الأرينا اللي اتعمل فيها مهرجان العالم عالمين 2023 النسخة الأولى، النسخة الأولى منه. احنا دلوقتي في النسخة الثانية من المهرجان، عشان كل الناس كانت بتقول ان المنطقة الجنوبية مفصولة عن المنطقة الشاطئية وان المنطقة الشاطئية بس هي العالمين، لا احنا عندنا كمان المنطقة الجنوبية ومنطقة حية ومنطقة حيوية فيها منطقة أبراج الداون تاون، الخمس أبراج المخطط يوصلوا ل 80 برج، يعني عندنا أربع أبراج سكنية وفي البرج الأيقوني موجود كمان. فالمنطقة الجنوبية بالعكس هي منطقة حية ومنطقة مميزة، وأصبحت الآن اليو أرينا موجودة هنا. اليو أرينا طبعا نشطتها جدا وبقت مركز جذب، يعني اتعملت في وقت قياسي، في حوالي أسبوعين تقريبا كانت اتعملت واتنفذت اليو أرينا، واتعمل باركينج كمان لخدمة الزوار، لأن حتى كان الناس بتشتكي من مفيش باركينج، مفيش مكان، بنيجي مش بنلاقي مكان نركن فيه، صحيح، فتوفر لهم كمان باركينج بمساحة. كان في بيبقى أزمة مرورية كبيرة جدا في أيام الحفلات في مدينة العالمين هنا لا في لا المنطقة. الموضوع ده اتحل في مهرجان العالم عالمين 2024، بقى في انشطه في اليو ارينا، في كمان المسرح الروماني في المدينه التراثيه بيقام فيه انشطه تانية، صحيح، في سينما فتحت في المدينه التراثيه موجوده شغاله، فالمدينه كلها شغاله، يعني سواء على في المنطقه الشاطئيه في الاحتفالات اللي في انشطه رياضيه، احتفالات رياضيه بتتعمل واجتماعيه كمان بتتعمل في كيدز اريا، في مهرجان اللمه موجود، وكره شاطئيه وفولي بول وهاندبول وبادل، كل الانشطه موجوده، النورث سكوير مول. هو بصراحه مهرجان العالمين السنه دي في نسخته هو بيناسب الكبار والصغار، يعني كل الفئات العمريه ممكن انها تستمتع، ومش مجرد يعني ممكن لو حد مش حابب الحفلات الغنائيه ممكن يلاقي الانشطه الرياضيه للشباب كمان، خصوصا بيبقوا مستمتعين جدا. البادل ده مكتسح في مصر وفي طبعا. بجد الفتره اللي فاتت دي كل تقريبا الشباب بيلعب بادل. احنا كان الحرص ان يكون
المهرجان العالم عالمين لكل الزوار، ما يكونش مقتصر على فئة معينة او كان يبقى مقتصر على الحفلات الغنائية فقط. لا، جميع الأنشطة الترفيهية موجودة، في مسرحيات بتتعمل، في أنشطة ترفيهية واجتماعية بتتعمل ورياضية بتتعمل، في شاطئ مجاني. يعني لو اتكلمنا عن الشواطئ برضو، الناس كانت بتقول ان الشواطئ هنا ان الشواطئ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طبعا ساهمت بشكل كبير بشاطئ مجاني للسادة الزوار. في شاطئ مجاني اتعمل، دخول مجانا لأي زائر للمدينة، مش زي ما كان بيقال ان الشواطئ خاصة ومحدش، واسعارها مرتفعة اتعمل شاطئ مجاني عام لكل الناس، بيقدروا يرتادوا الشاطئ ويستخدموه يعني براحتهم. طيب احنا كنا بنتكلم على ان هذه المدينة هي مدينة ليها التنمية، يعني بتقوم على التنمية المستدامة، فبالتالي هي البنية التحتية ليها متطورة جدا ومناسبة بشكل كبير انها فعلا تكون مدينة ذكية ومدينة من مدن الجيل الرابع زي ما ذكرنا. ازاي تم يعني البنية التحتية تمت ازاي وازاي تم تنفيذها على ارض الواقع؟ مش خليني اقول لك، يعني مدينة العالمين الجديدة هي مدينة من مدن الجيل الرابع زي ما حضرتك قلتي، اللي بتقوم بانشائها وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، واللي احنا الجهة الادارية بتاعتها جهاز مدينة العالمين الجديدة. هي مدينة مدن الجيل الرابع، مدينة ذكية، يعني مدن الجيل الرابع في المدينة مدينة ذكية مستدامة متوافقة من جهة الاتصالات كمان. نعم، من الاتصالات كمان، الشركات والانترنت والاتصالات طبعا في دعم كامل وتعاون بيننا وبين شركات المحمول. صحيح. وفي بروتوكول مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات النترا لتوفير التغطية الكاملة لشبكات المحمول من الشركات المحمول في المدينة. وبندفع احنا عندنا في المنطقة الشاطئية هنا بس حوالي 17 برج محمول لتوفير التغطية الكاملة، في المنطقة الجنوبية في حوالي 16 برج محمول لتوفير التغطية والاتصالات وشبكة، الشبكة تبقى كاملة والتغطية كاملة ومتوفرة. يعني أنا طبعا مقدرين جدا المجهود اللي قمتوا بيه هنا في مدينة العالمين. أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا مهندس عبد الرحمن زغلول، المهندس بإدارة مشروعات جهاز مدينة العالمين الجديدة. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في مدينة العالمين وبرنامج صباح الخير يا مصر. شكرا حضرتك.